رجال بالنادي الاهلي الفوز على الاتحاد السكندري في الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر، كسبنا 61-60. المباراه اقيمت فين؟ في صاله 6 اكتوبر، في صاله 6 اكتوبر، وحضرها عدد قليل من الجماهير الوفيه للنادي الاهلي، وقدر الحمد لله يجتاز عقبه مهمه جدا للوصول للدور النهائي. المباراة هتكون مع نادي الجزيرة اللي كسب نادي سبورتنج. لازم نطلع ليه تليفون مهم جدا، وهو المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن طارق خيري، اللي قدر يقود الكتيبة الرجال وكتيبة اللاعبين بالوصول إلى الدور النهائي. كابتن طارق خيري، مساء الخير. خيرات يا كابتن خالد. ألف مليون مبروك كابتن طارق، فوز مهم، فوز صعب على نادي قوي جدا لكرة السلة، نادي الاتحاد السكندري. الله يبارك فيك يا كابتن خالد. قول لي المباراه مشت ازاي؟ عملنا ايه؟ تطورات المباراه، يعني فرق بونت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. احنا من اول كتير احنا ليد. تمام. لحد نهايه المباراه يعني تقريبا ما كانش ما طلعش بالكره عاليه علينا، احنا طول الجيم احنا ليد. 10 بونت، 8 بونت، 12 بونت، لحد نهايه المباراه. حصل كده زي اخطاء من اللعيبه، عملنا درو وباقي 11 ثانيه، طلبنا التايم اوت، عملنا لعبه معينه وصلت التود، واخد منها مسافه متوسطه، خد منها شوطين شوطين وان مور. خلص الجيم في الاخر كده، كان باقي بونت او بونت وليهم تراي في اخر الجيم. الحمد لله ما قدروش يسجلوا. الف مبروك. كانت مباراه صعبه جدا. كانت مباراة صعبة، وعندك الأصعب مع الجزيرة في الفاينل إن شاء الله، لأن كسب نادي سبورتنج برضه في الدور قبل. ما كناش عارفين مين هيكسب، احنا كنا بنتعامل مع مباراة الاتحاد لعب فرقة محترمة ومهمة، ودي برضه نستاهل تنافس على حاجة، إنك تقابلها في تاني بطولة السيمي فاينل وتقدر تحقق مكسب وتوصل فاينل، ده إنجاز للولاد. لان انا عندي اصابتين في ماتش الاتحاد اللي كان من 3 ايام، رامي جنيدي جزأ في الرباط الخارجي والسلعاوي الكازمه في الركبه، عملنا له رشح، فمش اتنين ما لعبوش النهارده، الباقي كانوا رجاله النهارده. الف مليون مبروك كابتن طارق، دايما يعني متحمل الكثير والكثير. بعد مباراه الاتحاد السكندري المره اللي فاتت حصل شويه هجوم، لكن قدرت النهارده تعوض وترد وتقول النادي الاهلي موجود وبقوه في جميع البطولات. قول لي طمني على الفريق في بطولة افريقيا ومباراتين نادي سموحه القادمين. الحمد لله رب العالمين، السعوة هيكون طبعا بقى كويس. عندنا الاثنين محترفين، الناس دايما بتسال عليهم، اولمز البيلي الثاني، الناس يعني بيقولوا لا مش متاقلم، هو الولد ماشي في التمرين كويس قوي، بدا يتاقلم مع الفرقه. ان شاء الله يبقى اضافه في الدور الثمانيه وفي الفاينل. بالنسبه لافريقيا احنا بس بنتمنى ربنا يبعدنا عن الاصابات يا رب. انت بتلعب ماتشات كلها جامده دلوقتي، انت لاعب الاتحاد ماتشين اتحاد في خلال 5 ايام، وبعدين بعد بكره جزيره ماتش جامد، وبعدين 4 ايام دور الثمانيه، فالواحد بيحاول على قد ما يقدر ان الناس تعمل روتيشن بين الولاد كلهم، ان ما يطلعش في الاخر عندي ازمه تاثر عليها في بطوله افريقيا. قول لي هنستعد في نفس الوقت تحقق تارجت انك عايز تكسب بطوله للنادي ده. تمام. طيب قول لي هنستعد ازاي لمباراه الجزيره اللي جايه بعد بكره على طول؟ احنا عندنا ماتشات الجزيره كتير معانا، ومسجلين لهم احنا ماتشات مع فرق اخرى. ايوه. احنا مقطعين الماتشات دي، بنقعد نتفرج عليها بكره قبل التمرين. امكانيات كل لعيب، الشغل الهجومي والدفاعي بتاع نادي الجزيره. وعندنا تمرين بكره بنراجع عليه عملي جوه الملعب، ازاي نوقف مفاتيح اللعب عندهم. وازاي يبقى احنا عندنا مفاتيح لعب في الهجوميه على لعيبه معينه عندهم او في السيستم بتاعنا، بيبقى دايما شغلنا مع كل الفرق كده. تمام. كابتن طارق خيري، الف مليون مبروك، نبارك لك ان شاء الله في المباراه اللي جايه وفي الفاينل باذن الله، ونتمنى ليك باذن الله مسيره ناجحه باذن الله. السنه دي بداتها بدوري السوبر، عفوا بداتها ان شاء الله بداتها بدوري المرتبط، وان شاء الله تنهيها باذن الله بكل البطولات السنه دي. كابتن طارق خيري الف مبروك وشكرا جزيلا لك. معانا نادي الاهلي، نروح لكره اليد ولعب النادي الاهلي في الجوله 10 مع